إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن التغيرات الفسيولوجية بأجهزة الجسم المختلفة المصاحبة لتقدم السن في أمراض الأذن، أما التغيرات التي تطرأ عن حاسة السمع هي الأكثر شيوعا في الأفراد الذين يبلغون سن 65. 65 مثلا، ويعني وما يعادلها أو وما يعني بعدها في 70 سنة مثلا، يحدث النقص في السمع على الأصوات ذات التردد العالي مثلا، مما يدفع المسن لرفع صوته عند التحدث، ويجب على المتحدث إلى المسن الذي يعاني من النقص السمعي أن لا يرفع صوته، فهذا لا يفيد بل يتحدث بصوت واضح وغير مرتفع. أيضا من الضروري فحص كبير السن عند طبيب الأذن والطبيب المختص في هذا المجال. أيضا نحو الأذن، موضوع الأذن مهم جدا والأمراض كثيرة جدا، ممكن تضعف الأعصاب السمعية قليلا، وأيضا ممكن تضعف الطبلات والأجهزة التي داخل الأذن. أيضا كما أن التخلص من الطبقة الشمعية الزائدة واستخدام سماعات الأذن لزيادة حدة، يعني لاستخدام السماعات لزيادة حدة السمع أيضا يحسن من عملية الاتصال مع المجتمع بشكل عام عند الأفراد يعني كبار السن. ننصح أنه يتم استخدام هذه الأجهزة، يعني أجهزة متطورة جدا. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي.